نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو المجلس أو اللقاء الثاني عشر الذي سوف نتناول فيه أحكام الإرث بالرد. نحن قلنا فيما مضى أنه إن تساوت أسهم الورثة مع أصل المسألة فتكون المسألة إيه؟ عادلة. مثل توفيت عن أب وأم وبنتين، فالمسألة من ستة، الأب السدس واحد والأم السدس واحد والبنتين الثلثان بأربعة، يبقى إذا مجموع الأسهم كام؟ ستة. وكذلك لو توفيت امرأة عن زوج وعم، فالمسألة من أربعة لأجل الربع، فالربع بواحد والعم ثلاثة، فمجموع الأسهم كام؟ أربعة. أما إن زادت أسهم الورثة عن أصل المسألة كزوج وأختين شقيقتين، فالمسألة من ستة، نصفها ثلاثة وثلثيها أربعة، يبقى المجموع السهم كام؟ سبعة. فالمسألة تعتبر إيه؟ عائلة. والمسألة العادلة والعائلة تناولنا أحكامها بالتوضيح وبالمثال وبالتطبيق. فتبقى لنا النوع الثالث، ألا وهو المسألة الإيه؟ القاصرة. المسألة القاصرة هو أن تقل أسهم الورثة عن أصلها، كما لو توفي عن بنتا فقط، فالمسألة من اثنين، ها، نصفها واحد ويتبقى أيضا إيه؟ واحد. فإنه يثور التساؤل عن مصير هذا الواحد، هل تأخذه البنت فهي أحق به، أم أنه يأخذه بيت مال المسلمين باعتباره بيت مال المسلمين، وارث من لا وارث له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لو توفي عن بنت وبنت ابن، فالبنت لها النصف لإنفرادها ولعدم العاصب، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، فالمسألة من ستة، نصفها ثلاثة وسدسها لبنت الابن واحد، يبقى مجموع الأسهم كام؟ أربعة. المسألة من ستة وأسهمها مجموعها بيساوي إيه؟ أربعة. فتسمى المسألة في هذه الصورة بالمسألة الإيه؟ القاصرة. يبقى إن تساوت الأسهم مع الأصل فهي عادلة، وإن زادت الأسهم عن الأصل فهي إيه؟ عائلة، وإن قصرت أو قلت السهام عن الأصل فهي إيه؟ قاصرة. هنا الإرث بالرد بمعنى إيه؟ أنه لو توفي عن بنت أخذت النصف فرضا والباقي نقول هي أحق به فتأخذه رد، يعني يرد أو يعاد التوزيع مرة أخرى للباقي أو الفاضل على باقي الورثة الموجودين. فما هو المقصود بالرد؟ يعني إحنا سوف نعالج الرد في موضوعين. الموضع الأول هو الرد نظريا، يعني من وجهة نظر الفقهاء، أقوال الفقهاء في الإرث بالرد، ثم نعالجه أيضا إيه؟ تطبيقيا أو عمليا. تعالى أنت هكذا. فالرد في اللغة له معان ثلاثة، عند علماء اللغة له كم معنى؟ له معان ثلاثة. الرد بمعنى الصرف، نقول صرف وجهه عنه أي رده، أو رد وجهه عنه أي صرفه ناحية الجهة الأخرى. ومنه وصفه الله عز وجل ليوم القيامة بقوله يوم لا مرد له، يعني لا إيه؟ لا صرف له أو لا صرف إيه له. فيأتي الرد بمعنى الصرف، ويأتي بمعنى المرفوض، من أتى ما ليس عليه أمرنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في البدعة فهو رد، من أتى ما ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه أي مرفوض. يبقى كم معنى كده؟ الرد بمعنى الصرف، وأيضا بمعنى الإيه؟ وبمعنى الرفض، الشيء الإيه؟ المرفوض. ويأتي بمعنى هو أقرب للمعنى المراد به هنا، ويأتي بمعنى الإعادة، نقول المدين رد دينه للدائن، يعني أعاد الدين له ما ثبت في ذمته من إيه؟ من حق.
يبقى إذن الرد في اللغة بمعنى إيه؟ بمعنى الصرف، وبمعنى الرفض، وبمعنى الإعادة. أعاد المدين الدين للدائن بمعنى إيه؟ بمعنى أعاده له، رده بمعنى أعاده له. أما عند علماء الميراث فالرد هو إيه؟ إعادة. مش يبقى في فضل؟ لو المسألة بنت وبنت ابن، مش قلنا هيبقى المجموع أربعة أسهم وهيبقى بيخبخ اتنين، الاتنين نعمل فيهم دول، قال هم دول الرد، هيبقى إعادة، ها؟ إعادة تقسيم الباقي من بعض أصحاب، من بعض الفروض على الورثة النسبيين أو السببيين، على الورثة النسبيين أو السبب إيه؟ أو السببيين، إذا لم يكن هناك إيه؟ عاصب. إذا لم يكن هناك إيه؟ عاصب. انظر إلي، من هذا التعريف نستطيع أن نستخرج ثلاثة ضوابط، ثلاثة إيه؟ ضوابط للرد، أو ثلاثة شروط للرد. واحد، أن يكون من الورثة الموجودون أصحاب فرض، صاحب فرض أو أصحاب إيه؟ فروض. لازم يكون إيه؟ في صاحب فرض واحد، كبنت أو بنت ابن أو أخت أو أما، لازم يكون هناك صاحب إيه؟ فرض ذكر أو أنثى. في صاحب فرض ذكر، قال لي كالإب، أيضا كالأخ لإيه؟ كالأخ الأم. رقم اثنين، أن يكون هناك باقي بعد توزيع الفروض على أصحابها. يبقى لازم أن يكون هناك صاحب فرض منفرد أو متعدد، وأن يكون هناك باقي في المسألة، أي عندما أقوم بتوزيع الفروض على أصحابها على النحو الوارد في القرآن والسنة يتبقى إيه؟ شيء. كما لو توفي عن أم وأخ لأم، الأم لها الثلث والأخ الأم السدس، التلت بكام؟ من التلاتة، لا من الستة، من اتنين، والأخ الأم السدس بواحد، يبقى مجموع السهام تلاتة، هيبقى تلاتة، يروحوا فين؟ لازم يكون هناك باقي في المسألة حتى يكون هناك رد. الشرط الجوهري أيضا وهو الثالث، ألا يكون في المسألة عاصب. ألا يكون في المسألة إيه؟ عاصب. لأنه لو كان هناك عاصب هيأخذ الباقي إيه؟ تعصيبا. كما لو توفي عن بنت وعم، البنت تأخذ النصف والنصف التاني تأخذه ردا، لا، العم هيأخذ الايه؟ الباقي. توفي عن أم وأخ شقيق، الأم تأخذ الثلث والأخ الشقيق يأخذ الايه؟ الباقي. يبقى إذن يشترط لتحقق الإرث بالرد ثلاثة شروط. الشرط الأول، أن يكون من الورثة صاحب فرض منفرد أو متعدد. اثنين، أن يتم توزيع الفروض على أصحابها ويكون هناك باق بعد توزيع الفروض. رقم ثلاثة، ألا يوجد عاصف في المسألة، لأنه لو وجد عاصف في المسألة فإنه سيأخذ الإيه؟ سيأخذ الإيه؟ الباقي. عظيم. الفقهاء أو العلماء أو الصحابة ومن بعدهم الأئمة والتابعين اختلفوا في الإرث بالإيه؟ بالرد. اختلفوا في الإرث بالإيه؟ بالرد. وقال أننا يمكن لنا أن نذكر لهم في الإرث بالرد، أو نحصر أقوالهم في أقوال أربعة. في أقوال إيه؟ أربعة. القول الأول هو أنه يتم الرد على أصحاب الفروض النسبيين. من النسبيين؟ أصحاب الفروض ذو قرابة الدم، يعني ما عدا الزوجين. يتم الرد على أصحاب الفروض ما عدا مين؟ الزوجين. من الذي قال بذلك؟ الأئمة كلهم، الأئمة الأربعة، أبو حنيفة والمالك والشافعية والإيه؟ والحنابلة. ومن الذي قال أيضا به؟ قال به عمر بن الخطاب، وقال به أيضا علي بن إيه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى الذي عليه الجمهور وعليه الصحابة والتابعين أن يتم الرد على أصحاب الفروض النسبيين دون مين؟ دون الزوجين. طب القول الثاني، القول الثاني هو كالقول الأول، أي كأن ابن عباس مع القول الأول، ولكنه انفرد بزيادة، فقال يتم الرد على أصحاب الفروض النسبيين ما عدا الزوجين والجدة. ما عدا الزوجين ومين؟ والجدة. يعني كأن ابن عباس يقول أيضا بالرد، وهو مذهبه كمذهب الجمهور، ولكن الجمهور يستبعد مين؟ القرابة السببية اللي هم الزوجين. ابن عباس يستبعد الزوجين، وزاد في الاستبعاد مين؟ الجدة اللي هي أم أم أو أم إيه؟ أو أم أب.
طب المذهب الثالث عكس القولين، عكس القولين الايه السابقين، قال بالرد على الجميع. بالرد على مين؟ قال يتم الرد على أصحاب الفروض النسبية وأصحاب الفروض السببية. من الذي قال بذلك؟ قال هو سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن إيه؟ عفان، يقول بالرد على جميع أصحاب الفروض، سواء كانوا أصحاب فروض نسبية أو سببية، بما فيهم أيضا الجدة، على خلاف قول ابن إيه؟ قول ابن عباس. يبقى في المسألة كم كده رأي؟ ثلاثة. القول الثالث عدم الرد مطلقا، ما فيش رد مطلقا. كل ذي فرض يأخذ فرضه المستحق له بنص قرآن أو سنة، وما زاد أو ما فضل فإنه يقول إلى بيت المال باعتباره بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له. من الذي قال بذلك؟ قال هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن إيه؟ ثابت رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن نظريا في الإرث بالرد كان قول، ها؟ قيل بالرد على أصحاب الفروض النسبيين ما عدا الزوجين. اثنين، الرد على أصحاب الفروض ما عدا النسبيين ما عدا الزوجين والجدة. الرأي الثالث الرد على الجميع، على أصحاب الفروض جميعا نسبيين وسببيين، كلهم ياخذوا بالرد، كلهم بحسب ايه فرضه يأخذ بالزيادة. الرابع لمين؟ قال لزيد بن ثابت، قال ما فيش حاجة اسمها إرث بالرد. كل ذي فرض أخذ فرضه المقدر له كتابا أو سنة، والباقي يقول إلى بيت المال بقوله صلى الله عليه وسلم بيت مال المسلمين وارث من لا وارث إيه له. عظيم. طيب إحنا كتعلمنا كشرعيين وقانونيين ألا تقبل دعوة بلا إيه؟ بلا دليل. نبدأ ندلل لكل مذهب من المذاهب الإيه الأربعة. المذهب الأول قال إيه؟ المذهب الأول قال نرد على أصحاب الفروض النسبيين، نرد عليهم. ليه؟ قال لو أنا عندي بنت مثلا وبنت ابن وعندي زوجة، هدي للبنت وبنت الابن وبديش للزوجة في الرد في الاتنين اللي هم الباقيين بعد الأربعة أسهم. ليه؟ قال لأن البنت وبنت الابن هتأخذ، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين بحكم آية المواريث، بحكم آية الإيه؟ ها؟ فإن كانت واحدة فلها الإيه؟ النصف، صح كده؟ ولو جبلت الابن هتاخد السدس تكملة الثلثين بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ طب الباقي هياخدوه ليه؟ قال بقوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأولو الأرحام بعضهم أولى إيه؟ أي فكأن لو قلت أهو توفي عن أم فقط، الأم تاخد إيه؟ ها؟ فلأمه الثلث، يبقى هو بنص القرآن فلأمه الايه؟ الثلث. طب الأب لو كان موجود كان ياخذ الباقي، صح كده؟ طب ما فيش أب، هو ترك أما فقط، يبقى الأم تأخذ الثلث بقوله فلأمه الثلث، وتأخذ الثلثان بقوله ايه؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى بإيه؟ أولى ببعض. مفهوم بقى كده؟ خلاص؟ أدي وجهة نظر مين؟ وجهة نظر الجمهور، أي أنهم يرثون بسببين. طيب ليه ما ودتش البيت مال المسلمين؟ قال لي لا، لان دول لهم نوعين من القرابه. ها خليك معايا، نوعين من الايه؟ اما قلت وفي عن ام من الام بالنسبه للمتوفي في قرابه ايه؟ قرابه نسبيه، قرابه ايه؟ دم. وفي قرابه تانية اللي هي قرابه الايمان وقرابه الدين. توفي عن اخت، اختي جزء من ابي فهي قريبة لي قرابة ايه؟ دم. وفي نفس الوقت اختي لي في الايمان. يبقى في كم نوع من القرابة؟ قرابة النسب وقرابة الدين. اما انا لما اقول بيت مال المال، فبيت مال المسلمين قريب لي من ايه؟ من جهة واحدة وهي القرابة في الدين. ونحن تعلمنا ان الميراث قائم على القرابة، فمن كان ذو قرابتين يقدم على القرابة الواحدة، ومثله او اصله الاخ الشقيق والاخ لايه؟ والاخ لاب. بس كده؟ قالوا لا، قالوا ده ايضا مصير مال مال بيت المال للضياع. ها فهنا البنت القرابه النسبيه احق من مين؟ احق من بيت مال، احق من بيت المال، لان ماء بيت المال دائما غير منتظم. غير ايه؟ منتظم. واذا صرف فانه يصرف في اوجه غير ايه؟ غير تحقق النفع العام في الايه؟ في الغالب. فقالوا هم احق من بيت مال الايه؟ المسلمين. طب انتوا ليه مش عاوزين تعطوا للزوجين؟ ليه؟
ليه أخرجته بزوجين؟ قال لي لأن الزوجان الأصل فيهم عدم الميراث، الأصل في الميراث أنه يكون لذوي القرابة النسبية، ولكن إحنا أعطينا الزوجين بنص القرآن تكريما لقرابة المصهرة، فإذا أخذ الزوج نصفه أو ربعه والزوجة إذا أخذت ربعها أو ثمنها فإنها تقول أخذت ما استحقت بنص القرآن فقط، فإن كان هناك باقي في التركة فإنها ليست من ذوي الأرحام، فالزوج ليس بذي رحم لزوجته والزوجة ليست بذي رحم لزوجته حتى يأخذ حتى يرد عليه. تمام بقى كده؟ فنحن نقول بالرد على أصحاب الفروض وجود سببان، قرابة النسبية وقرابة الإيه؟ قرابة النسبية وقرابة الدين، وللنص ذو الأرحام. أما الزوج والزوجة فتنقطع العلاقة الزوجية بالموت، تنقطع العلاقة بالإيه؟ الزوجية بالموت، فإذا أخذ الزوج نصفه أو ربعه والزوجة إذا أخذت ربعها أو ثمنها فلا يتبقى هناك من سبب قائم بعد الموت حتى تأخذ إيه؟ حتى تأخذ إيه؟ تأخذ به. هذا هو وجهة نظر مين؟ هذا وجهة نظر الجمهور من الفقهاء، أنه يرد على مين؟ على أصحاب الفروض النسبيين دون مين؟ الزوجين. إحنا نرجع ونقول له، هنا في تجاوز شوية. ايه التجاوز؟ قال في حالة المسألة العائلة انت عملت ايه؟ هل ادخلت النقص على اصحاب الفروض النسبيين بس ولا ادخلت النقص على الكل؟ الزوج والزوجة يتحملان في حالة العول ولا لا؟ يبقى اذا خلاص العدل والمساواة يقتضي الغرم بالغرم، فكما يتحمل الزوجان في النقص في حال وجود مسألة عائلة فكذلك ينبغي ان يرد عليهما في حالة وجود مسألة ايه؟ قاصرة. فهمنا؟ ردنا عليهم اهو، ماشي بقى كده خلاص؟ تمام؟ تمام كده ولا لا؟ طب القول الثاني قول من؟ قول من؟ لا، قول ابن عباس. قال يرد على مين؟ قال على اصحاب الفروض النسبيين ما عدا الزوجين وما عدا الجدة. نفس المفهوم بتاعه في الزوجين ونفس المفهوم بتاع الجمهور في الرد على النسبيين فقط. طب ليه يا ابن عباس لا نرد على الجدة؟ لا نرد على الجدة؟ قال انت ناسي ان الجدة لم يثبت فرضها بنص القرآن. الآية 11 والآية 12 والآية 176 مفهوم نص لا يوجد فيه النص صريح على ميراث الجدة. امال مين اللي قضى للجدة السدس؟ قال قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فقد يبدو أنه يرى أن الفروض النسبية مقدرة بدليل قطع الثبوت وهو القرآن، أما الجدة عندما قضي لها بالسدس فإنه منقول بأحاد وهو قول المغيرة بن شعبة، وإن كان أيده محمد بن مسلمة فهو أحاد. وبالتالي فإنه يقول بعدم الرد على الجدة، بعدم الرد على الإيه؟ ليه؟ قال لأن ميراثها ثبت بدليل إيه؟ بدليل ظني. نحن نرد على ابن عباس ونقول أن أصحاب الفروض كلهم متساوون في سبب الاستحقاق بما فيهم الزوج، خليك معايا، بما فيهم الزوج وبما فيهم الزوجة وفيهم الأب والأم وبما فيهم الجدة، فكلهم، وده رد على الجمهور برضو، فكلهم، ده قول ابن عباس قبل قول عثمان، فإنهم كلهم متساوون في سبب الاستحقاق وهو أن النص القرآني أثبت الفرض أو السنة، المهم أن الفرض ثابت بالإيه؟ بالنص، وكلاهما وحي، أي القرآن وحي مباشر والسنة أيضا وحي غير إيه؟ مباشر، فلا وجه للتمييز بين مين؟ بين الجدة والزوجين والإيه؟ والقرابة الإيه؟ النسبية، لأن كلهم ثبت بالإيه؟ ثبت بالإيه؟ وأيضا الجدة، الجدة إذا كانت المسألة عائلة في زوج وأختين شقيقتين وأم، الزوج هياخدوا النصف والاختين الشقيقتين الثلثان، يبقى دي المجموع 7 أسهم، والام السدس بواحد يبقى 8 ايه اسهم، يبقى المساله عالت لـ8. الام تحمل في العول ولا لا؟ لماذا تدخل عليها النقص في حال العول المساله العائله ولا تستفيد في حاله اذا كانت هي موجوده في مساله ايه؟ في مساله قاصره. ده قول مين؟ ابن عباس، وردنا ايه؟ وردنا عليه.
قول عثمان بيقول ايه؟ بيقول اصحاب الفروض النسبية او افراد، اللي هو بيقول ايه بالرد ايه مطلقا، اللي هو بيقول بالرد ايه مطلقا، يقول ايه؟ يقول انه في حالة الرد مطلقا يرد على الجميع سواء نسبيين او سببيين بما فيهم الايه، بما فيهم الجدة، بما فيهم الايه، بما فيهم الجدة. طب ليه قال يرد عليهم جميعا؟ ليه قال؟ لان المولى عز وجل قال فلها النصف، فلها ايه النصف، وان كانت واحدة فلها النصف، وقال في الاخت قال ايه وليس له ولد، ها وليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. يبقى الشارع هنا جعل لها الايه النصف في هذه الحالة بنص المواريث زي ما قال الأولاني، وأخذت أيضا بالإيه الباقي بإيه، وأولو الأرحام بعضهم أولى بإيه أولى ببعض. واستدل الأولاني قال فاهمين قصة سعد بن أبي وقاص، ها لما قال أن ليس لي إلا ابنة واحدة، فهذا يفهم أن الابنة الواحدة ستأخذ الميراث إيه كله، والمرأة التي توفت وقال وكانت امرأة قالت يا رسول الله إني وهبت أو تصدقت على أمي بجارية، أعطتها جارية فماتت أمي، فقال لها ثبت أجرك وردت إليك جاريتك، يعني أخذتها إيه أخذتها كلها. يعني عاوز ابن عفان يقول إيه؟ يقول أن الأحاديث النبوية والأدلة العقلية والنص القرآني الذي استدل به الأولون، لأنه تبعهم بس هم بيختلفوا في كيفية الإيه الرد، فإنه يوجب الرد على الجميع، يوجب الرد على الإيه بما فيهم الزوجين وبما فيهم الإيه وبما فيهم الجدة، استنادا إلى قاعدة الإيه العدل والمساواة. فكما هؤلاء يتحملون في النقص في حالة العول يتحملون أيضا في حالة الإيه في حالة الزيادة، أي إذا كانت المسألة إيه قاصرة. هنيجي خلي بالك هتيجي الأول والثاني والثالث كان يكون دليلهم إيه واحد، الأول والثاني والثالث إنهم كلهم قائلون بالإيه بالرد، كلهم قائلون بالرد بس مختلفين في الكيفية. الأولان على النسبيين دون الزوجين، والثاني على النسبيين دون الزوجين والزوجة، والثالث لا هرد على مين؟ على الايه؟ على الجميع. طب هترد على الجدة ليه والزوجين ليه؟ قال لأنهم يتحملون في حالة الايه؟ العول النقص، فيتحملون في حالة الايه؟ الرد وفق لقواعد العدل والايه؟ والمساواة. ابن عفان أو زيد بن ثابت قال لا ما فيش حاجة اسمها إرث بالايه؟ بالرد. ارسم الايه بالرد ليه؟ قال انها لو كانت بنت هتاخد النصف بقولهم ان كانت واحده فلا الايه النصف، ها وله اخت فلها نصف ما ترك، يبقى انت هتديها زياده ليه في الرد؟ يبقى هي البنت والاخت والام، ها هتاخد التلت معايا ولا لا؟ او لو كان اخ الام هياخد السدس، هتديله فرض في القران، هتديله زياده ليه؟ الزيادة دي هتبقى زيادة على حكم القرآن، والزيادة على ما هو مقدر في القرآن لا تصح إلا بنص. أنا بقول لو توفي عن أم، توفي عن بنت، توفي عن أخت شقيقة، أنت أعطيت لكل واحد فرض المقدر في القرآن، هترد عليه تاني ليه؟ ده الرد ده زيادة بلا دليل، والزيادة بلا دليل غير صحيحة. واخد بال حضرتك ده قول مين؟ ده زيد بن ثابت. نرد عليه ونقول له لا، نقول له ده هي خدت النصف بموجب ايه فلاها نصف ما ترك، وخدت الزيادة بقوله وأولو الأرحام. هو بيقول لا انت هتديها زيادة بلا دليل، بيقول له لا احنا معانا الدليل وهو قوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ايه ببعض. برضو زيد بن ثابت استدل من السنة فقال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت مال المسلمين وارث من لا وارث ايه؟ وارث من لا وارث ايه؟ له. فهذا يدل على ان التركة الشاغرة او ما بقي ما بعد الفروض المقدرة فانه يكون بنص السنة حق لبيت المال وليس لمين؟ ولا يرد به على الايه؟ على الايه؟ على الورثة. هم ردوا قالوا ايه؟ قالوا ان غالب بيت مال المسلمين انه غير ايه؟ منتظم، وان اصحاب الفروض النسبية احق واولى. احق واولى ليه؟ لانهم لهم قرابتان،
قرابة النسب وقرابة الدين وبيت المال ليس له إلا قرابة إيه؟ قرابة واحدة. يعني عاوزين تقولوا إيه؟ يعني بيت مال المسلمين يطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في التركات الشاغرة التي لا يوجد لها أحد مطلقا، لا صاحب فرض نسبي ولا سببي ولا ذوي رحم ولا مقر له بنسب ولا موصى له بأكثر من الإيه؟ من الثلث. يبقى هنا بيت المال المسلمين يأخذ. أما إذا وجد صاحب فرض نسبي، ده قول زيد، فصاحب فرض نسبي أو سببي أو ذوي أرحام حتى زوج أو زوجة، قال لك فإنهم إيه؟ يرثون التركة فرضا إيه؟ وردا. أمال الرسول ده الحديث لوديه فين؟ بيت مال المسلمين وارث، من لا وارث له، من لا وارث له يعني ليس له وارث مطلقا، يعني التركة شاغرة، يعني شخص مات ولا يوجد له لا ذا فرض ولا سبب نسبية ولا سببية ولا ذوي رحم، ولا يوجد له مقر بنسب ولا موصى له بأكثر من الثلث. في الحالة كده بنسميها قانونا إيه؟ تركات شاغرة. يعني إيه تركات شاغرة؟ ليس لها من يأخذها، يأخذها بيت مال الإيه؟ بيت مال الإيه؟ المسلمين. زيد بن ثابت بيقول أيضا، بيقول عقلا، بيقول يقول إيه؟ عقلا بيت جماعة المسلمين يعقلون عن الإنسان. يعني يقول لك الإنسان الذي ليس له وارث ده أو له وارث وحيتبقى، قال يعقلون عنه. يعني إيه يعقلون؟ يعني يدفعون عنه، يقومون بمداواته وعلاجه وإطعامه وكسوته وتجهيزه وغسله ودفنه عندما لا يوجد قريب. كذلك فإذا لم يكن للشخص إنسان قريب وقام جماعة المسلمين بكفالته، فهم يكونوا أحق بالإيه؟ بالباقي، يقول بالحق إيه؟ بالباقي، في حالة كون المسألة إيه؟ قاصرة، في حالة كون المسألة إيه؟ قاصرة. الرأي الراجح في الأقوال الأربعة، الوضع هنا في مصر أخذ بالقول الأول، بالقول الإيه؟ الأول، يرد على مين؟ على أصحاب الفروض النسبيين مع دمين الزوجين، ولفق أيضا. لفق يعني إيه؟ خد حتة كده من مين؟ قال من عثمان بن عفان، خد حتة من عثمان بن إيه؟ عفان، وقال يرد على الزوجين إذا لم يوجد وارث معهما. يعني ما فيش زوي إيه؟ لا نسبية ولا عاصب ولا ذوي رحم، ما فيش، توفي عن زوجة وتوفيت عن زوج، الزوج يأخذ التركة كلها فرضا وردا، والزوجة تأخذ التركة كلها فرضا وإيه؟ وردا. يبقى هنا في مصر القانون أخذ بقول مين؟ الجمهور من الفقهاء، وهو الرد على أصحاب الفروض النسبيين ما عدا مين؟ ما عدا الزوجين. وقال في حالة وجود انفراد الزوج والزوجة فقط، فيأخذون التركة إيه؟ فرضا وإيه؟ وردا. واستند في ذلك بالزوج والزوجة إلى قول مين؟ إلى قول عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. طب لما نيجي نقول بقى ما هو سبب الاختلاف الفقهاء في الإرث بالرد، في الإرث بالرد سبب اختلافهم ايه؟ ها، تفسير وتأويل النصوص. ها، المولى عز وجل بالنسبة للقول الأول استندوا إلى قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في استحقاقهم لمين؟ للباقي بعد الفرض. طيب واللي قال لا يجوز زي زيد بن ثابت استدل بإيه؟ قال لأن الباقي بعد الفرض يعتبر تركة شاغرة، والرسول قال بيت مال المسلمين وارث من لا وارث إيه له، صح كده؟ طب عثمان بن عفان قال إيه؟ قال بالرد على الجميع، بالرد على الإيه؟ بالرد على الجميع، قياسا على الإرث بالعول. فكما أن النقص يدخل على الجميع إذا كانت المسألة عائلة، فكذلك أيضا يدخل الزيادة في حال المسألة قاصرة على الجميع، بما فيهم النسبيين وبما فيهم الإيه؟ السببيين. ابن عباس بيقول لا، أنا عندي وجهة نظر تانية، بيقول إن احنا نرد على أصحاب الفروض النسبيين ما عدا الزوجين، الزوجين لأن العلاقة الزوجية قد انتهت، طبعا ردينا عليهم وردينا على الجمهور،
قلنا العلاقة الزوجية قد انتهت، إلا إنها وإن كانت قد انتهت فلما أيضا تحملهم في العون، فهم كما يتحملون في حال المسألة العائلة أيضا يتحملون فين؟ في المسألة القاصرة، وخاصة أن الكل متساوي في السبب، الكل متساوي في السبب، وهو كونهم أصحاب فروض ثبت نصهم بالقرآن أو بالسنة، فكل وحي من عند الله عز وجل. طيب ابن عباس لما قال الجدة لا ترس لي، قال لأن الجدة ثبتت بالإيه؟ بالسنة. نحن لا نفرق في الثابت بالنص، لا نفرق في الثابت بين الايه بالنص، بين كونه ثابت بالسنة او ثابت بالكتاب، لان كل وحي من عند الله، فالقرآن وحي مباشر، والسنة وحي غير ايه، والسنة وحي غير ايه، غير مباشر. هنرجح القول اللي هم فيهم حسب بقى المذهب الرسمي عندك في الايه في الدولة، واظن معظمه هياخذ بمذهب مين؟ الجمهور، لان الائمة الاربعة وجمهور الصحابة اخذوا بهذا الايه هذا ايه القول. طب احنا لما في المسائل العملية بقى، لما نيجي نحل مسائل الرد، قال عندنا ثلاثة فروض، عندنا ثلاثة ايه؟ ثلاثة فروض. نستعمل بقى القلم، خليها ماشي هكذا ولا هكذا اكون اقرب عشان هات السبوره هنا عشان السماعه. قربها ليها، قربها عندنا في مسائل الرد. قال عندنا ثلاثة فروض، عندنا كم فرض؟ قال ثلاثة في الإرث بالرد، قال ثلاثة فروض. إما أن يكون الورثة أصحاب فروض نسبيين، يعني ما فيش إيه؟ ها؟ ما فيش أحد زوجين. وإما أن يكون فروض نسبية وإيه؟ وسببية. يبقى الأولانية إيه؟ أصحاب فروض نسبيين، والتانية فروض نسبية وإيه؟ وسببية. وإما أن يكونوا أصحاب فروض سببية فقط. ماشي. لو انا همشي على مذهب الجمهور بيقول لي اصحاب فروض نسبيين دول يعني ما فيش زوجين، هيرد عليهم ولا ما يردش؟ لا يرد. لا اصحاب فروض نسبيين يرد ما عدا الزوجين. يبقى هنا في الفرض ده ما فيش خلاف، صح بقى؟ ما فيش خلاف ما بين مين؟ لا عمر ولا علي ولا ابن عباس ولا عثمان، خلاص كله ايه يرد. قال لي بس أصحاب الفروض النسبيين دول، قال لك حالهم ثلاثة، إما أن يكون صاحب فرد منفرد زي إيه؟ قال لي أما أو بنتا أو أختا، أنتوا اللي تقولوا إيه الحل؟ متى ترك أما بنتا أختك؟ خلاص هتاخد التركة كلها إيه؟ فردا وردا. طب لو كانت أما هتاخد الثلث فردا والباقي ردا. طب لو كانت بنتا
النصف فردا والباقي ردا. اختا الاخت الشقيقه او الاب النصف فردا والباقي ردا. الاخ الام الاخ الام السدس فردا والباقي ردا. دي فيها اشكاليه؟ ها هياخد التركه كلها. طب اذا كان فرد اصحاب فرد متعدد من صنف واحد، من صنف ايه؟ توفي وترك بنتين، خمس بنات، خمس اخوات شقيقات، خمس اخوات لاب، يبقى برضه هياخد التركه. دول كان اخذ التركه كلها لوحده فردا وردا، يبقى برضه هنا ايه؟ ما دام هم صاحب فرد نسبي متعدد من صنف واحد، خمس بنات، خمس اخوات، يبقى هياخدوا التركه كلها فردا وردا. يبقى انا قاسم هنا على عدد الايه؟ ها؟ على عدد الايه؟ الرؤوس. ايوه كده، ها يا امير، ها؟ يبقى كده على عدد الايه؟ الرؤوس. اقول اهو اذا كان صاحب في الارث بالرد، اذا كانوا اصحاب فروض نسبيه فقط فحالهم لا يخرج عن ثلاثة صور. فأما الصورة الأولى أن يكون صاحب الفرد منفردا فهنا لا خلاف ولا نزاع، فأنه يأخذ التركة كلها فردا وردا، كما لو ترك أما فقط أو بنتا فقط أو أختا فقط أو أخا لأم، فيأخذ فرده بنص القرآن ويأخذ الباقي ردا بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأما إن كان صاحب فرد متعدد من صنف واحد، خمس بنات، خمس بنات ابن، خمس أخوات شقيقات، خمس أخوات لأب، نعمل إيه؟ قال هياخذنا التركة كلها فردا وردا. ثلاث بنات، خمس بنات، الثلثين فردا والباقي إيه؟ ردا. وفي هذه الحالة تقسم التركة على الرؤوس، أي أصل المسألة عدد رؤوس الورثة المتعددون من صنف واحد، تمام؟ طب إذا كانوا بقى فروض نسبية وليس بينهم زوج، ها؟ زي إيه؟ أهو الفرد الثالث، أهو تعدد أصحاب الفروض النسبية، النسبية من أكثر من صنف، زي إيه؟ أهي خليك معايا كده مع امير. ادي بنت زائد بنت ايه؟ بنت ابن، وترك 60-40 فدان. البنت لها كام؟ النصف. وبنت الابن لها كام؟ يبقى المساله من كام؟ من سته. نصها كام؟ ثلاثه. او السدس بواحد بيساوي كام؟ اربعه. عكس العول، العول سته بقت سبعه، بقت ثمانيه، بقت تسعه. لا هنا سته وبرجع لايه؟ لورا، تمام بقى كده؟ يبقى انا هناك كنت بعمل ايه في العول؟ ها؟ عشان ادخل النقص على الجميع كنت بقسم على ما عالت اليه المساله، هنا برضه هقسم على الايه؟ على الاربعه وليس على الايه؟ على السته، هقول 40 اللي هي التركه على الاربعه بيساوي 10، هقول للبنت كام؟ ها؟ للبنت 3 في 10 بيساوي 30، وبنت الابن 1 في 10 بيساوي 10، يبقى المجموع ايه؟ 40. ماشي بقى كده؟ ها؟ يبقى أنا عاوز أقول إيه بقى؟ الحالة الأولى، الفرد الأول، حالة وجود مين؟ أصحاب فروض نسبية فقط. أصحاب فروض إيه؟ نسبية فقط. لهم كم صورة؟ بالاستقراء لهم ثلاثة صور. يا إما أن يكون أصحاب فروض نسبية منفرد أخذ التركة كلها. أصحاب فروض نسبية متعددة من صنف واحد، خمس بنات، أخذوا التركة كلها، والتركة تكون أصلها من عدد الإيه؟ الرؤوس. طب أصحاب فروض نسبية متعددة زي أم وأخ الأم، أهو زي أم ونصحها تاني، زي أم وأخ الإيه؟ وأخ الأم، الأم تاخد التلت والأخ الأم ياخد السدس، يبقى المسألة من ثلاثة، أدي اثنين، أدي واحد بيساوي ثلاثة، لو عندي التركة 90 فدان حول 90 على كام؟ على الثلاثة بيساوي كام؟ بيساوي 30، الأم كام؟ 2 في 30 بيساوي 60، والأخ الأم 1 في 30 بيساوي 30، يبقى المجموع إيه؟ 90. مفهومة كده ولا إيه؟ يا أمير مفهومة؟ خلاص؟ يبقى دي زي مين؟ الفرضية دي زي مين؟ قال زي مسألة العول بالظبط. ها؟ مجموع الأسهم
اللي هي في حالة القلة أي قاصرة أقسم أصل قيمة السهم، أقسم التارك عليه حتى أستغرق قيمة السهم. لو المسألة من 6 والأسهم 4 أقسم على 4. طب المسألة من 6 والأسهم 3 أقسم على الإيه؟ على 3 زي العود، كنت بقسم على الإيه؟ على الزائد. طيب أنا عندي بعد كده بيقول لي أصحاب فروض إيه؟ ها؟ أصحاب فروض إيه؟ اللي هو الفرد مين؟ اللي هو الفرد الثاني، الاثنين مع بعض. قال لي زي مين؟ انظر، لو انا عندي بنت زائد، لو انا عندي بنت زائد بنت اب زائد زوجة وعندي 48 فدان، اوزع كده يا امير، الزوجة تاخد التون والبنت تاخد النصف وبنت الابن تاخد السدس تكملة الايه؟ التلتين. يبقى المسألة من كام؟ من 4 هو 20، صح كده ولا لا؟ 24 ادي 3 وادي نصها 12 والسدس ب 4 يبقى بتساوي كام؟ 12 و3 15 يبقى بتساوي كام؟ 19. يبقى المسألة هنا ايه؟ ها؟ المسألة ايه؟ ها؟ قاصرة. طب هل انا عندي عقبة هنا؟ لو انا همشي بقى وفقا للقانون المصري، عندي عقبة هنا؟ ايوه عندي عقبة. ليه ايه؟ لا، ان الزوجة لا يرد ايه؟ ايوه الزوجة لا يرد عليه، هو الرد يكون على مين؟ يبقى ما دام ان الزوجة، لو دي زوجة او زوج لا يرد عليه، استخرج نصيبه على اساس اصل المسألة كام؟ 24 للزوج والزوج، اطلع نصيبه بقى الاول، هقول التركة كام عندي؟ 48 على 24 يبقى بتساوي كام؟ قيمة السهم كام؟ 2. الأم لها كام؟ 3. يبقى 3 في 2 بيساوي كام؟ 6. هقول 48 ناقص 6 بيساوي كام؟ 42. أدي التركة أهي. التركة دي هتروح لمين؟ لبنت وبنت الأب. عظيم، أنت أشطر منه أهو. أدي أهو، هيبقى عندي ثانياً، يبقى دي أولاً، أنا خرجت مين؟ نصيب مين؟ نصيب الزوجة. طب أنا بقى بعد كده التركة عندي إيه؟ بنت زائد بنت اب زائد كام؟ 48 فدان ولا 46؟ 42 هو بعد الزوجة. هيبقى أنا عندي البنت لها الإيه؟ النصف وأدي السدس، يبقى المسألة من 6 أدي 3 وأدي 1 يبقى بتساوي 4، هقول 42 على الأربعة ولا على كام؟ الأربعة. 2 لا 42 على الأربعة صح بيساوي 10.5، هقول كام؟ 3 في 10.5 بيساوي 31.5، وواحد اللي هو البنت الابن في 10.5 بيساوي 10.5، يبقى المجموع هيديني ايه؟ 40. يبقى معنى كده ايه؟ خليك معايا، بسيطة جدا. لو أنا مسألة فيها رد، المسألة فيها ايه؟ فيها رد، أم وأخ الأم، بنت وبنت ابن، أحل عادي وأقسم على إيه؟ على في المسألة القاصرة. طب لو المسألة فيها زوج أو زوجة، ها؟ أحلها بقى مرتين، المرة الأولانية الزوج ياخد نصيبه ويمشي وأستبعده وأستبعد نصيبه، والباقي يبقى تركة إيه؟ تركة جديدة، والورثة الجداد زي البنت وبإيه؟ وبنت الإيه؟ وبنت الإبن. ماشي، هذا هو الفرض الايه؟ الثاني. طب الفرض الثالث اللي هو ايه؟ الاصحاب فروض سببيه. بس اصحاب فروض ايه؟ سببيه. خلي بالك لما اقول اصحاب فروض سببيه خلاص، اللي هم مين؟ زوجه بس اهي، يبقى هتعمل ايه يا امير؟ او زوج، ها، هتاخد الربع وادي الايه؟ النص. بس الربع فرضا والباقي ايه؟ ردا. ده القانون الايه؟ المصري. طب لو في عمه او خاله، القانون المصري، يبقى ياخد العمه والخاله وهو ياخد الربع بس. يبقى الرد على الزوجين مشروط بايه؟ عدم وجود
ذوي ارحام ولا عصبه. لا عصبه ولا عصبه. مش كده ولا اصحاب فروض. خلاص؟ طب لو في صاحب فرض يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش رد. مين بقى يلخص لي بقى القانون المصري وموقفه؟ انا. يلا يا امين قول لي كده انا ضامن. كان موقف القانون المصري في الارث بالرد. يرد على الجميع. في القانون المصري يرد على الجميع؟ يرد على اصحاب الفروض النسبيه فقط. النسبيه فقط. اذا كانوا يعني يخرج مين؟ السببيه. الزوجين، ماشي. تمام. اذا لم يكن هناك اصحاب فروض نسبيه. طب اخذ بمذهب من القانون المصري في هذه المساله؟ قول الجمهور. بقول الجمهور الائمه. ايوه. والزيديه والاماميه والرباطيه كله. كله. ها؟ كلهم واخذ براي مين؟ عمر. وعلي وابن عباس. أيوة. صح كده ولا لا؟ صح. وعثمان ابن ايه؟ عفان. عثمان ابن عفان مع اختلاف في كيفيه الرد، بس الكل ده متفق على ان يتم الرد على مين؟ على اصحاب الفروض ما عدا الزوجين، ولم يخالف الا مين؟ الا ابن عباس وجابر بن زيد من التابعين. وجابر سيدنا جابر بن زيد ايه؟ على ما اتذكر سيدنا جابر بن زيد من الايه؟ من التابعين. طب القانون المصري لو استلدنا له دللنا له هياخذ بالرد ليه على اصحاب الفروض النسبيه؟ اولى ببعض. طيب وليه مش هيرد على الزوجين؟ ليسوا بذوي ايه؟ رحم. الرد يكون لأولي الأرحام، والزوج ليس بذي رحم للزوجة، والزوجة ليس بذي رحم للايه؟ للزوج. طب متى يرد على الزوجين وفقا للقانون المصري؟ إذا لم يكن هناك زوجين ولا عصبة ولا أصحاب فروض. ما فيش. توفي وترك زوجة فقط، أو توفيت وتركت زوجا فقط، يبقى هياخذ ايه؟ الربع او الثمن او النصف، والباقي ايه؟ والباقي ردا. طب هو استلد هنا في الرد على الزوجين لمين في القانون المصري؟ لا واستلد لمين؟ هو عقلا بيت المال غير منتظم. ها؟ وقياسا على العول. وعلى مين؟ والاثر المروي عن مين؟ عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وإيه وأرضاه. لأن عثمان يرد على مين؟ يرد على الإيه؟ يرد على الجميع، لأنهم كلهم أصحاب فروض ثبت نصهم بالإيه؟ بالنص، لا فارق بينها بالقرآن والسنة. وأن الزوجين كما يتحملان في حالة الإرث بالعول النقص في المسألة العائلة فيتحملون في الزائدة. تمام بقى كده؟ طيب طيب، يبقى هذا موقف القانون. طب انا عشان احل بقى في مقام التعليم، احل في مقام الايه؟ التعليم، في مقام تعليم الطلبة، انا عندي كم فرض في المسائل الرد تطبيقيا؟ ثلاثة فروض، يا اما نسبيين بس، يا اما نسبيين وايه؟ وسببيين، ويا اما سببيين بس. صح كده؟ طب سببيين بس، زوج وزوجة بس، اعمل ايه؟ بلا خلاف. طب زوج وزوجة ومعاه ذوي رحم، عم أو خالة، أيوة كده، يبقى ما فيش رد. صح كده ولا لأ؟ طيب في زوج وأخت، لا ما فيش، هيبقى في هنا بالمسألة مش قاصرة، لأن هيبقى نصف ونصف إلا إذا كانت أختا لإيه؟ لأم. يبقى في الحالة دي إيه؟ يرد عليه؟ لا يرد على الزوج ما دام موجود معه صاحب ايه؟ فرض. طب لو العدد اصحاب فروض نسبيين بس لهم كم صوره؟ ثلاثه. يا اما صاحب فرض نسبي منفرد يبقى هياخد التركه كلها، وصاحب فرض نسبي متعدد من صنف واحد، خمس بنات، خمس اخوات شقيقات، خمس اخوات لام، يبقى هياخد التركه كلها فرضا وردا، واصل المساله يبقى من عدد الايه؟ من عدد الرؤوس. توفي وترك عشر بنات، توفي وترك عشر بنات ابن، هياخذنا الثلثان فرضا، والثلث الباقي يعتبر ردا، يبقى اصل المساله من عشره بعدد الايه؟ بعدد الايه؟ الرؤوس. تمام كده ولا لا؟ طب لو وجد بقى صاحب فرض نسبي ومعاه سببي، احل المساله كم مره؟ مرتين. المرة الأولى علشان أعرف نصيب
صاحب الفرض النسبي على أساس إن المسألة إيه؟ ها؟ من 24 أو المسألة من 6 على أساس إن ليس فيها عول، ليس فيها إيه؟ ليس فيها ليست قاصرة، يعني ليس فيها نقص في الإيه؟ في الأسهم. يبقى في الحالة دي أقسم عادي، يعني زي المسألة اللي قلت لك زوجة وبنت وبنت ابن، أصل المسألة 24 ومجموع الأسهم 19، يبقى أنا أطلع قيمة السهم من كام؟ من ال 24 عشان أعرف نصيب مين؟ الزوجة. أعرف نصيب الزوجة أستخرجه وأستخرج فرضها، وبعد كده الباقي يعد تركة جديدة زي ما أنا ما قسمته مع البنت وبنت الإيه وبنت الإبن. طيب لو كانوا لو كان الورثة أصحاب فروض سببيين بس، الفرض أصحاب فروض سببيين بس، هقول لو هم متعددين، لو هو منفرد ها يعني لا يوجد احد معه خالص لا ذوي ارحمه ولا غيره، هياخذها ردا فرضا وردا. زي ايه؟ قال توفيت عن زوج، توفي عن زوجه، هياخذ التركه الحي هياخذ التركه كلها فرضا وردا. طب توفيت عن زوج وخال، ها زوج وعمه، وفقا للقانون المصري اللي اخذ بتوريث ذوي الارحام، يبقى ذوي الرحم هياخذ الايه؟ الباقي. انما السؤال الجميل اهو، متى يرث اصحاب الفروض النسبيين فرضا وردا؟ حال انفراضهن بس، زوج لوحده والزوجه الايه؟ لوحدها. طب لو جه ذو رحم، لو جه عاصب، ولو جه صاحب فرض نسبي، هياخد دكان يمشي، الزوج والزوجة ياخد نصيبه ويمشي، وصاحب الفرض ده هو تلوى واحد ياخذها كلها. ولو أصحاب فروض متعددة زي بنت وبنت ابن، هنقسم على إيه؟ على مجموع أسهمهم، اللي هي هتكون المسألة قاصرة بإيه؟ بشأنهم. يلا يا أمير بقى كده ناخد مسألتين كده ها على السبورة، ها يلا. أنا عايزك تكتب لي كده شروط تحقق الرد، وتضرب لي مثال لكل شرط. احنا قلنا الرد عشان يتحقق لابد من توافر كام؟ ثلاثة شروط. اعمل لي ثلاثة أغصان كده زي ما أنا بعمل يا أمير. شروط تحقق الرد. كام شرط قلنا؟ ثلاثة. أن يوجد، خلاها كده ثلاثية كده يا أمير. أيوة لا زي ماشي بس زي ما أنت مش كده، بس خلاها ثلاثية، أغصان ثلاثية كده. أيوة أيوة شد في النص هناك، شد في أيوة اثنين، وأدي الإيه؟ الثالث. الأولان أن يكون هناك إيه؟ صاحب فرض منفرد، صاحب فرض، أن يكون هناك صاحب فرض، فرض صاحب فرض، اكتب تحتها كده منفرد بزاوية منفرد. يلا واضرب لي مثال وطبق لي عليه، ومتعدد وطبق لي. منفرد زي ايه؟ ها توفي وترك اما فقط، هنعمل ايه؟ هنقول اهو الام اديها الثلث، ادوها الثلث، الثلث، يبقى المسألة من كام؟ من ثلاثة. ايوه تلاتة، هتاخد منهم اتنين فرضا وواحد ايه؟ ردا. ماشي كده؟ طيب متعدد زي ايه تحتها؟ ها صاحب فرض متعدد، بنتين، هياخدوا ايه يا امير؟ ها تلتين فرضا والباقي الله اكبر. يبقى كده المسألة برضو بالكام؟ من ثلاثة، اثنين زائد واحد، صح كده ولا لا؟ طيب ادي الشرط الاولاني. طب الشرط الثاني؟
أن يكون هناك باقي، أن يكون هناك إيه؟ ها؟ أن يكون هناك بعد توزيع الفروض باق، ها؟ أن يكون هناك باقي بعد أصحاب الإيه؟ الفروض، زي ما أنت شايفه، زي البنت بقى واحد، ها؟ أو الأم بقى كام؟ خدت التلت بواحد بقى اتنين، والبنتين خدوا اتنين من تلاتة وبقى إيه؟ واحد. طب لو ما فيش باقي، اديني مثال كده، لو ما فيش باقي زوج بس كده، انت جبت الزوج ليه بقى؟ ماشي ما فيش مشكلة، قال يكون هناك ماشي نصف ونصف. طيب الشرط الثالث ألا يوجد. ليه؟ لان لو وجد عاصب، العاصب هياخد الايه؟ هياخد الباقي. زي ايه يا امير؟ زي ظرف البنت وابي. او من شقيق. تمام، يلا امسح بقى السبوره كده. توفيت عن زوج وأم وأخ لأم، وترك 60 فدان. حل يا أمير، يبقى الزوج هياخد النصف والأم تاخد التلت والأخ الأم السدس، يبقى المسألة من ستة. مسألة عادلة. طب شوفها كده، عادلة ولا مش عادلة؟ أنا ما أعرفش. مش إحنا بنقول ما نقولش كده أبداً، نطلع الأسهم الأول. ها؟ أيوه. ها؟ يبقى كده المسألة إيه؟ يلا، شيل الأخ الأم. وشيل السدس. يبقى المسألة كده هتساوي كام؟ خل أيوة، ها برضو من ستة، ها هتساوي كام؟ 5. طب أعمل أنا إيه؟ ها هنا الرد، أطلع بقى نصيب مين؟ مين؟ ما هو الزوج لا يرد عليه، يبقى أطلع نصيبه على إن المسألة من 5 ولا من 6؟ لا من 6. أقول بقى 60 أهو كده، أهو أقول حيث، اكتب كده، اكتب حيث إن، حيث إن أصل المسألة من 6 ومجموع أسهمها يساوي 5، فالمسألة قاصرة فالمسألة قاصرة وفيها رد، وفيها ايه؟ رد. الكلام ده مهم. يلا من اول السطر، وحيث ان من بين الورثة من لا يرد عليه، وهو مين؟ الزوج، فنستخرج نصيبه اولا على أساس أن المسألة إيه؟ 6. على أساس أن المسألة أصلها 6. يلا اطلع في المربع الفاضي فوق في ده، المربع اللي فاضي اللي فوق، اطلع بقى فوق 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 كده، امسح الستين دي كده، ويلا عشان نطلع نصيب الزوج هنقول قيمة السهم بيساوي قيمة السهم بيساوي 60 على كام؟ على 6. بتساوي كام؟ بتساوي 60 على 6 بتساوي 10. يلا الزوج له كام يا امير؟ 3 في 10 في 30. بس هقول بقى التركه بعد الزوج بيساوي كام؟ بتساوي 30. هنعطيها لمين؟ أهل الأم فرضا
وردا، تاخد الام ايه فردا وردا، هتاخد التلت بكام؟ بعشرة فردا والعشرين ايه ردا، والعشرين ايه العشرين فردا اللي هو التلت. ماشي يا عم، يلا ماشي يلا. ردا، عظيم. يلا امسح السبورة. يلا اكتب كده، توفي عن اخت شقيقة. زائد أخت لأب، زائد أخت الأم. يلا يا حبيبي، ها الأخت الشقيقة تاخد النصف. ها يا ولد اظبط النصف، والأخت لأب، والأخت لأم. حلو الكلام، يلا واضحة اهي ولا لا؟ واضحة اهي، نص وسدس وسلت، يعني ايه تلتين، يبقى دي تلاتة ودي واحد ودي واحد، يبقى بيساوي كام؟ خمسة. يبقى المسألة ايه اللي انا قلتهم المرة اللي فاتت ايه؟ فاكرهم؟ قولهم كده نظري. اصل المسألة من ستة ومجموع الاسهم من خمسة، فالمسألة قاصرة، وحيث ان جميع الورثة ذو فروض نسبية ولا سببية؟ نسبية، ولو يوجد بينهم أحد الزوجين فإنه يعتد بمجموع مين؟ الأسهم لاستخراج قيمة السهم، صح كده؟ لو أنا عندي بقى 500 فدان على خمسة، 500 فدان، هقول 500 على ستة ولا على خمسة؟ أيوة كده، هقول هو خلي أمير تحت على طول كده المسألة تبقى حلوة. ها ماشي، كنت على طول اقول قيمة السهم بتساوي على طول كده تحت هنا كده، على تبقى المسألة حلوة كده، هقول قيمة السهم تساوي، قيمة السهم تساوي ها 500 على خمسة، مش في خمسة، على خمسة، على خمسة بتساوي 100، بتساوي ايه 100، قيمة السهم الواحد بيساوي 100. يلا 3 في 100 ب 300. وأخت الأب 1 في 100. حلو الكلام، يلا اجلس بقى اقعد. هقول مرة تانية أدلة الجمهور من الفقهاء اللي هم الذين اعتمد عليهم القانون المصري في الإرث بالإيه؟ بالرد. الجمهور من الفقهاء استدل من الكتاب والسنة والأثر والمعقول. كم دليل؟ من الكتاب والسنة والأثر والمعقول. من الكتاب استدل بقوله عز وجل اللي هم آيات الفروض، آيات الإيه؟ آيات الفروض. البنت لو واحدة هتاخد إيه؟ فإن كانت واحدة فلها النصف، والأخت لو واحدة وليس له ولد وله أخت فلها إيه؟ فلها نصف ما ترك. يبقى البنت والأخت هتستحق النصف بآية مين؟ بآية المواريث، وهتستحق الباقي ردا بقوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى إيه ببعض. يبقى هذا الدليل الأول للدليل الجمهور الذي أخذ به القانون في إيه؟ في مصر، وهو مذهب الأئمة وجمهور الصحابة والتابعين، مع عدا مين؟ مع عدا زيد بن ثابت وتفصيل ضئيل لعثمان بن عفان وابن عباس. ماشي ماشي بقى كده. طب استدلوا من السنة من ثلاثة أدلة،
من ثلاثة إيه أدلة. قال سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما ألم به المرض ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لعيادته فقال له سعد: يا رسول الله إني قد ألم بي الوجع كما ترى. أي وكأنه يريد أن يقول له إني يا رسول الله مريض في مرض الإيه في مرض الموت، وأنا رجل ذو مال وليس لي إلا ابن إيه إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي وسيب لها التلت؟ قال له: لا. قال: أف بالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. فقال: أب الثلث؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث إيه كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء ها خير من انتظرهم فقراء. وفي رواية: عالة يتكففون الناس أن يسألوا للناس. وجه الدليل من كده إيه؟ قال إن الصحابي سعد ابن أبي وقاص ليس له حد أو ليس له وارث إلا صاحبة فرض نسبية اللي هي مين؟ ها بنته، وحصر الميراث فيها وحدها، حرص الميراث ايه. فقال: يا رسول الله اني رجل ذو مال وليس لي ابنة واحدة، اي يعني ليس لي وريث الا ايه ابنتي، هتاخذ المال كله فرضا وايه وردا. فلو كان هذا الكلام غير صحيح من سعد ما أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المورث إن ترك بنتا واحدة حازت التركة إيه كلها، صح كده ولا لا؟ دي واحدة. النقطة الثانية: إحدى الصحابيات ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، اشتريت جارية وتصدقت بها على أمي لكي تقوم بخدمتها وأمي قد ماتت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثبت أجرك وردت إليك إيه جاريتك، يعني أخذت نصفها فرضا والنصف الآخر إيه ردا. فهذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة بالإيه بالرد في هذه الإيه الحالة. طب ثلاثة: قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة تحوذ ثلاثة بواريس، المرأة وحدها تبقى عاصب وتحوذ ثلاثة بواريس. المؤتين دي يا رسول الله، قال المرأة بالنسبة لعتيقتها، المرأة إذا أعتقت سيدها آسف المرأة إذا أعتقت عبيدها العبد الخاص بها ولم يكن له وارث خالص فإنها ترثه وتعتبر عاصب بالإيه بالنفس كالسيد أيضا. وكذلك ولد الزنا ترثه أمه كل تركته إيه كلها، والولد الذي لا عانت عليه أمه، يبقى الأم أم الولد من الزنا والمعتقة، والأم التي لعنت على ابنها فابنها ابن الملاعنة لو مات فإن أمه تأخذ التركة إيه كلها. هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول يعني المرأة دلوقتي الرجل جاء له ولد فقال هذا ليس مني نفاه، فهنا عليه أن يلاعن، أن يحلف بالله أربع مرات ويقسم أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولا غضب الله عليه غضب الله عليه إن كان من الكاذبين. وهي على الزوجة الغضب، والزوجة أن تقسم أيضا أربع مرات أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فإذا تم التلاعن فبيتم الفرقة، فرقة مؤبدة على مذهب الجمهور، لأن الزوجين اللذين تلاعنا فبلغ مبلغا من الفحش والقبح والتنافر على وجه لا يمكن أن يعود إليهم السكن مرة أخرى. فلذلك قال الجمهور من الفقهاء: الفرقة الحاصلة بسبب اللعن فرقة مؤبدة. أبو حنيفة قال لا، ده الفرقة مؤقتة، بحيث لو أن الملاعن أكذب نفسه ورجع عن شهادته فيقام عليه حد القذف وتقول الفرقة مؤقتة، لو أن الزوجة رغبت أن تعود إليه بعقد جديد ومهر جديد ليس هناك ما يمنع. وإذا تم التلاعن بيتم الفرقة بين الزوجين وينفى النسب الولد، إذا نفي نسب الولد فإنه ينفى لأبيه
ولكن يثبت نسبه لأمه، فهو يرثها إن ماتت وترثه إيه إن مات. يبقى الأم هنا المرأة تحوز ثلاثة مواريث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ميراث عتيقها ها وابنها من الزنا وابنها التي لعنت إيه عليه، فهذا يدل على أنها ترث فرضا وإيه وردا، صح كده، لأنها ترث الثلث فرضا والباقي ترثه إيه ردا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فهو إيه عليه. فهذا يدل ها لا، هم هنا في الحالة دي هم البعض قالوا انها تأخذ حكم العصب حكما، انها تأخذ التركة كلها، المرأة المعتقة والمرأة التي لعن زوجها بالنسبة لابن الملعنة، والذي هو من الايه عندما ترث ابنها من الايه من الزنا. فهنا الجمهور بيقول ان ما دام الرسول اعطاها المال كله خاصة لابن الملعنة وابن وولد الزنا، فهذا يدل على انها ترث فردا وايه وردا. اما المعتقة للعبد فانها ترث باعتبارها عاصب، فانها ترث باعتبارها ايه ترث باعتبارها عاصب. والرسول يقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو كلا فهو إيه فهو عليه. الأثر المروي عن مين؟ عن عمر بن الخطاب وعلي بن إيه أبي طالب وكثير من الصحابة ومعظم التابعين على أن الرد يكون على أصحاب الفروض إيه النسبيين. طب عقلا، قالوا عقلا أن القرابة النسبية لها قرابتان وبيت المال له قريب إيه واحد. القرابة النسبية أختي وبنتي لها قرابتان، القرابة الأولى قرابة النسب أي قرابة الدم والولادة، والقرابة الثانية قرابة الدين. أما قرابة المال بيت المال فهي قرابة الدين فقط، فالبنت أقوى لأنها ذو قرابتين، والأم أقوى لأنها ذو قرابتين، والأخت أقوى لأنها ذو قرابتين، فتقدم على بيت المال فيما بقي من الفروض، فهي تقول أحق إيه به. وإتليل كمان قالوا إيه؟ قالوا أن غالب حال بيت المال غير أنه غير منتظم أو أن مصير مال أن مآل بيت مال المسلمين للإيه للسرقة والضياع، فالورثة النسبيين يكونوا أحق إيه به. واستدلوا بأن الزوج والزوجة لا يرثون عليه، شيخ أمير لا يرثون عليه في الرد، لأن الأصل أنهم لا يرثون أصلا، لأن الأصل القرابة هي الأصل، قرابة النسب هي الأصل، ولكن الشارع امتنانا منه واعترافا منه بقدسية ومنزلة قرابة المصاهرة، فجعل قرابة المصاهرة كقرابة النسب ترث استثناء. فإذا ورث الزوج أو ورث الزوجة فرضها المقدر في الآية 12 فإنها تقول أخذت حقها المستحق بالكتاب والسنة، وأما إذا بقي شيء فإن العلاقة الزوجية قد انقطعت بعد الموت وهما ليسوا من ذوي الأرحام، فالزوج ليس بذي رحم لزوجته والزوجة ليست بذي رحم لزوجها، فإذا مات أحدهما فلا يأخذ الباقي في الرد. طبعا هذا لم يعجبه مين؟ هذا لم يعجب مين؟ إخراج الزوجين لم يعجب مين؟ لم يعجب عثمان بن إيه عفان، بيقول لا، قواعد العدل والمساواة أنك كما أدخلت عليهم النقص في حالة المسألة العائلة، فالزوج والزوجة في المسألة العائلة يتحملان في النقص ويدخل عليهم النقص. انظر علي بن أبي طالب هو على المنبر في المسألة المنبرية عندما سئل عن زوج وأب وأم وبنتين، فعلى طول لا ورقة ولا ألم، فقال الزوجة صار ثمنها إيه تسعن، يعني أخذت حتاخد الإيه، يعني دخل عليها الإيه النقص، بدل ما تاخد الثمن كامل لا ده هتاخد التسع، والتسع اقل من الايه من الثمن، صح كده ولا لا؟ فهنا قضاء علي، اي الاثر هنا انه كما استحقت ان يدخل النقص عليها في العول، فانها ايضا تستحق ان نعطيها في الزياده في حاله كون المساله قاصره، واقتداء بقضاء علي رضي الله ايه عنه، لان علي قضى على المنبر في العول ولم يخالفه احد، فينبغي ان نعطيها ايضا في الزياده ولا يعترف
يفترض ايه؟ احد. طيب ليه ابن عباس استخرج الجدة؟ لانه طب وجهة نظر ابن عباس ان ما ثبت بالسنة اضعف ظنية والقرآن قطع الايه؟ قطع الثبوت لانه متواتر. احنا نقول لابن عباس ايه بقى في الحالة ديات؟ نقول له أنه لا فرق بين فرد ثبت بنص القرآن وآخر ثبت بالسنة، فكله وحي من عند الله عز وجل. فهذا أي القرآن وحي مباشر والسنة بوحي غير مباشر، فالجدة والزوجة والزوج والأم والبنت والأم والأب والجد عندما يقول أصحاب فروض لهم كلهم متساوون في السبب، وهو أن الدليل الشرعي قد أثبت حقهم. صح كده ولا لا؟ طب والزوج والزوجة كمان الجدة بيدخل عليها النقص في العولة ولا لا؟ بيدخل عليها ايه؟ النقص. طيب زيد بن ثابت قال نخرج ليه؟ ما فيش رد ليه؟ أيوة، الرد زيادة على ما وجب بنص القرآن والسنة، ولا يجوز زيادة على القرآن والسنة إلا بنص ولا يوجد النص. احنا ردنا قلنا له ايه؟ احنا معنا ايه؟ النص اللي هو ايه؟ وأولو الأرحام بعضها أولى ببعض. وإيه كمان من السنة؟ أربع مواضع دلت على الإرث بالإيه؟ بالرد. بس كده؟ قال لك لا، وقضاء علي على المنبر آسف وقضاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في الإرث بالإيه؟ بالرد. ويبقى احنا كده انتهينا من أحكام الإرث بالإيه؟ بالرد. قال عاوز كده نكتب خمس مسائل على الصبورة قبل ما ننصرف، خمس مسائل كده بصفة عامة. يلا يلا شيخ محمد قرب له ال استعن بالله كده. يلا يا شيخ أمير. هناخد خمس مسائل، ها؟ يلا. توفيت عن زوج، أخت شقيقة، زائد أخت الأب، زائد أخت الأم، زائد أخ الأم، زائد أم. احنا قلنا لما نيجي نحل المسائل اول حاجة ننظر هل يوجد احد محجوب؟ لا. في حد هنا محجوب؟ لا. مفيش، صح كده ولا لا؟ صح. طيب في حد محروم؟ قاتل او مخالف؟ يبقى انا انزل على طول بقى الزوج له النصف بقوله وايه؟ ها؟ ولكم نصف. حلو. والاخت الشقيقة وله اخت فلها نصف، والأخت الأب ها السدس تقبلي عظيم، والأخت الأم أيوة فهم شركاء في الثلث عظيم، والأم فلأمه السدس، إن كان له إخوة فلأمه وإن كان له إخوة فلأمه. حلو الكلام. يبقى المسألة من كام؟ ست. يلا صلي على رسول الله. يلا نص الستة ثلاثة واحد، والتلت اتنين، والسدس بواحد، يبقى بتساوي كام؟ سبعة تسعة عشرة، بتساوي عشرة. طب هو لو ترك بقى 200,000 جنيه، 200,000 جنيه هعمل ايه؟ خلوهم 200 جنيه بس يا امير، خلوهم 200 جنيه. الاسم ايه النهاردة؟ صميم. يلا يا صميم 200. يلا هنقول قيمة السهم، قيمة السهم بتساوي ايه؟ التركة 200. ايوه 200 على ايوه على 10 على 10 بتساوي كام؟ في 20. اقول كده اهو قيمة السهم الواحد بتساوي 20. ماشي. اقول بقى نصيب الزوج 3 في كام؟ 3 في 10 20.
ثلاثة في 20 بيساوي كام على طول؟ ها 60. ها والأخت الشقيقة؟ ثلاثة في 20. حلو. 60. حلو. أخت الأب؟ ها. واحد في 20 يساوي 20. عظيم. وأخت الأم؟ الأم. واحد لا اثنين اثنين له تلت. الاخ الام والاخت الام ماشي اثنين. يساوي 40. والام واحد. الام ولازم اجمع لو طلع الجمع بتاعي صح. شوفهم كده كام؟ 60 و60 120 200. يبقى انا كده ماشي ايه؟ صح. تمام ماشي كده. يلا يلا. عندنا اب ومات ما ترك أب وأم زائد بنت زائد بنت ابن زائد أخ شقيق وزائد أخ لأب وزائد أخ لأم وعم شقيق وزايد عم الأب وترك 60 فدة. أول حاجة هنظر إيه؟ ها؟ أول شيء أنظر إيه؟ هل في محجوب ولا ما فيش محجوب؟ 60 مش فاكر. مين بقى المحجوب؟ ماشي كويس. ها؟ مش في اخ شقيق عندك اهو؟ طب يروح مع الاخ الاب. كويس عظيم. والاخ الاب ياخد مع الاخ الشقيق يبقى محجوب هو وراه. طيب بقى مين؟ الاخ الاب والاخ الشقيق هل مع يمشوا مع الاب ياخدوا حاجه مع الاب ولا الاب يعمل فيهم ايه؟ حلو كويس. ها والاخ الام الاخوه والاخوات الام يرثون عندما يكون الميت ايه؟ كلاله ليس له ايه؟ الله يطير الاخ الام بالاب هو الاخر. ماشي بقى كده؟ محجوب. وممكن اريح نفسي بقى واقول ايه؟ الكل ايه؟ بالاب. بص اسمك ايه؟ احمد. ايه؟ منين يا احمد؟ افغانستان. بص يا احمد، احمد الاب ما دام موجود ما فيش حد من الاخوه خالص، لا ذكور ولا اناث ولا اشقاء ولا الاب ولا ام. ماشي؟ الاب ايه؟ ما دام موجود لا يرث احد من الاخوه والاخوات مطلقا، لا اشقاء ولا لاب ولا ايه؟ ولا لام. يلا يبقى الاب هياخذ. يبقى انحصر الارث في مين؟ ها؟ في الاب ياخدوا السدس. ماشي؟ الربع. لا السدس. والابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد. وربما تاخذ السدس. عظيم. والبنوته واحده اهي. عظيم. وبنت الابن تاخد ايه؟ ايوه تشتر منه. ايه العظمه دي؟ السدس تقبلت الايه؟ طب لو البنت الابن دي خمس بنات الوضع يختلف؟ ما يختلفش، لأن بنت الابن لها السدس منفردة أو متعددة مع البنت الواحدة تكملة الثلثين. يبقى المسألة من كام؟ يلا هل أنا بحط الستة هنا برضه؟ أنا علمتك حطها هنا. الستة فين؟ أيوة هنا كده وحط على دايرة. أيوة كده. السدس بكام؟ الأب بقى واحد
ايوه واحد، ايوه كده، والام واحد، والبلت واحد، تلاتة، حلو، وبلت الابن واحد، يبقى بيساوي كام؟ ها ايه رايكم كده يا جماعه؟ ستة. يبقى المسألة عادلة صح؟ يبقى 60 على كام؟ يلا كمل، أنا عايز أشوفك هتكملها إزاي. 60 على عظيم. يبقى الأب ياخد واحد، واحد في عشرة، عشرة، والأم برضو واحد في عشرة، واحد في عشرة. طيب يلا، والبنت تلاتة، وبنت الابن عظيم، ادي 60. ماشي ما شاء الله، ينور عليك، شكرا جزيلا يا استاذ احمد. ها ممكن تحل لنا معانا مساله؟ هتبقى خفيفه ان شاء الله، انا عارف انت جيت تتاخر. ولا ابوي لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. الولد ذكر هنا في الايه ذكر او انثى. ها حضرتك تحل معانا مسألة ولا ايه؟ لا هتحل وهتبقى حلوة وهتبقى كويسة أوي. ترى خمس بنات وخمس أبناء ومية وخمسين جنيه. بنات وخمس أبناء، وإحنا راكبين المترو إحنا قاعدين كده، واحدة بتسألني وبتسألك يا أخويا الراجل مات وترى خمس بنات وخمس صبيان، عندي 15 نفس، 10 أنفس، خمسة رجالة وخمسة بنات، نعمل إيه فيهم دول؟ هنقول لها إيه؟ بدون الورقة والقلم، سيبك من الورقة والقلم، هنقول ايه؟ واحد عنده خمس بنات وخمس صبيان. ايوه كده، للذكر مستحضر الانثيين، صح كده؟ يبقى هياخدوا التركة كلها. للذكر مستحضر ايه؟ هحسب رأسها ازاي؟ أصل المسألة ازاي؟ مش عندي خمس أبناء بكام؟ ايوه كده، حط فوق منهم 10، فوق منهم. ودول كام؟ البنات خمسة. فوق منهم خمسة، فوق البنات فوق منهم خمسة، بس اجمع بقى بقوا كام؟ 15. أصل المسألة من 15، هقول 150. أيوة يا عم كده، إيه الحلاوة دي؟ 150 على ال 15 فيها ال 10. لما أقول هم خمس أبناء، الاثنين في الخمس، ها؟ 15 شوف كده 150 على ال 15، بص كده يا بص معانا كده كام كده؟ مش 15 اصل المساله صح؟ على ال 150 فعل ايه؟ طب يلا ها كل واحد اتنين ها؟ لا وموقف قيمه السهم كمل معاه ها؟ اكتب نقول قيمة السهم 150 على كام؟ على 15 فيها كام؟ فيها 10. يبقى لكل ولد كام؟ لكل ولد سهمان، صح كده ولا ايه يا امير؟ 10 في 2 ايوه في 2 ب 20، يبقى في 5 يبقى 100. 100 دول حق مين؟
حق الابناء. والبنات كلهم كام؟ هم خمسة لكل واحد ايه؟ واحد في خمسة، واحد في ايه؟ واحد في عشرة، بعشرة في خمسة بالخمسة يبقى المية وخمسين. واحد عشرين. اه؟ للابناء لكل واحد عشرين، ولكل بنت ايه؟ ولكل لكل بنت عشرة. طب اكتب لي المسألة الحلوة دي كده بنت، امسح بقى كده خلاص كده كفاية. بنت وأخت شقيقة زائد أخ لأب، انظر يا انظر، وأخ لأم، وترك اتناشر فدان، ها اتناشر، يبقى يلا عند حد المحجوب الأول مين اللي هيحجبه؟ الشقيقة. ها ده النظر كويس. الأخت الشقيقة صاحبة فرض، والأخ الأم صاحب فرض، ازاي تحجبه؟ الأخ الأم لا يحجبه إلا الأصل والفرع. ها يلا قوم يا أمير معاه. أيوة كده، أخ الأم محجوب بمين؟ بالبنت. آه بالبنت، لأنه بيحجب بالأصل. ها ها، والأخ الأب ياخد إيه يا أمير؟ ياخد الباقي؟ محجوب لأن الأخت الشقيقة صارت عصبة مع مين؟ مع الغير. ها الرسول قال اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. طب البنت تأخذ؟ آه تمام، هتاخد النصف، والأخت الشقيقة الباقي تعصيب. يبقى المسألة من كام؟ من اتنين. ها؟ من اتنين؟ طب يلا اتنين، الأسهم واحد وواحد الأول، وطلع الأسهم بقى من ايه؟ واحد واحد وواحد هناك كمان، وبعد كده أقول قيمة السهم بتساوي 12 على كام؟ 12 على 2 6 بيساوي كام؟ 6 6 البنت 1 في 6 ب 6 البنت 1 في 6 ب 6 ايوه، و 1 في 6 يبقى المجموع كام؟ 12. وبكده يبقى احنا ماشي يا شباب كده، ان شاء الله في اللقاء القادم هناخذ الايه؟ هناخذ التخارج، ناخذ الايه؟ ناخذ التخارج. وبقى احنا كده اليوم انتهينا من فصل الارث بالرد. ماشي بقى كده، ايه المقصود بالرد؟ الإعادة تقسيم الباقي بعد أصحاب الفروض على أصحاب الفروض الإيه؟ النسبية، إذا لم يكن هناك إيه؟ عصب. وقلنا أن الرد لا يتحقق إلا بشروط إيه؟ ثلاثة: أن يكون هناك صاحب فرض منفرد أو متعدد، وأن يكون هناك باقي بعد توزيع أصحاب الفروض، وقلنا أن لا يوجد عاصب لأنه إن وجد عاصب هيأخذ الباقي. طب هل الإرث بالرد دي مسألة متفق عليها بين الفقهاء؟ لا، فيها أقوال للصحابة وأقوال للتابعين، والأئمة في الجمهور يكونوا متفقين على القول الأول. قول قال الإرث بالرد على أصحاب الفروض النسبيين ما عدا الزوجين، والثاني قال الرد على أصحاب الفروض النسبيين ما عدا الزوجين والجدة، وهو قول ابن عباس. والقول الثالث الرد على جميع أصحاب الفروض، الرد مطلقا على جميع أصحاب الفروض بما فيهم الزوجين والإيه والجدة. وبه قال مين؟ ذو النورين، ها عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان له موقف جليل في الإسلام، هو أول من أسس فكرة مرفق العام من المال الخاص، ها هو أول من أنشأ مرفق عام في الإسلام، ها من المال الايه الخاص. واعتهد لما اشترى بئر روما واوقفه على المسلمين، لما اشترى البئر من اليهودي، ما هو ده كان مرفق الميه وقتها،
ها أنشأ هو أول من أسس مرفق عام بعد المسجد هو عثمان بن إيه ابن عفان، وأول من أسس الجيش مرتين هو مين؟ هو سيدنا عثمان ابن عفان، ونال شرف النورين بأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول بالرد على مين؟ على إيه؟ بالرد على الجميع بما فيهم الزوجين وبما فيهم الجدة. سيدنا زيد بن ثابت قال إيه؟ ها؟ زيدنا بن زيد بن ثابت قال إيه؟ قال ما فيش رد، لأن اللي هياخذ فرضه بالقرآن والسنة لو ردنا عليه يبقى في زيادة، والزيادة على القرآن لا تقول إلا بالقرآن. ها؟ قلنا نحن معنا القرآن وأولو الأرحام بعضهم أولى إيه؟ وهو معنا قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه قضى في أكثر من موضع بالإرث بالإيه؟ بالإيه؟ بالإرث بالإيه؟ بالرد. القانون في مصر أخذ بإيه؟ أخذ بالرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، ولكن لفق في المسألة وأخذ بقول عثمان ابن عفان وأجاز الرد على أحد الزوجين بشرط ألا يوجد إيه معهم إيه صاحب فرض والذي إيه والذي رحم. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والإيه والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في مصر الكريمة الحبيبة أهلها وعلمائها وجيشها ووطنها وشعوبها، وأن يظل الأظهر كده إن شاء الله بيت معمور في السماء لله عز وجل معمور بالملائكة، وبيت له في الأرض معمور بطلبة العلم في الأرض، وهو الإيه الأزهر. لله بيتان، في بيت في السماء معمور بالملائكة، وبيت في الأرض وهو الأزهر معمور بإيه بعلمائه وبطلابه. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا نفعا يصلح به حالنا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.